السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. انا الحمد لله لاباس. اليوم جبت لكم شوشه اون كابيلي يديروها بزاف للمراه النافسه. تقولوا لي اسكو فيها قيمه غذائيه؟ ما على باليش، حاجه اللي على بالي انها فيها بزاف بروتينات لانها تستعمل بزاف البيض. انا اللي يدير فيها بزاف البيض انا ما نحبهاش بزاف، لقدر تجي شويه ثقيله وتجي فيها شويه ريحه تاع البيض وتجي كمان ثقيل على الـ على الـ الهضم. انا هذه استعملتها غير بزوج بيضات، والطريقه راح نشوفوها مع بعض. هاد المشوشه درت زوج بيضات، استعملي غير نص فنجان تاع قهوه صغير سكر، الزيت نورمالمون تستعملي نص فنجان، انا زدت شويه بون غلطت، جيت ما نحطوش كامل وبعد قلت هما طومبي نفرغوه كامل وخلاص، وتخلطيهم كامل مليح مع بعض. وانتوما قولوا لي في الكومنتير كيف الطريقه تاعكم اللي تطيبوا فيها، اسكو تحبوها كي تكون بزاف فيها بزاف البيض ولا لا؟ لا قولوا لي في الكومنتير كيفاش تطيبوها انتوما. دونك هكذا نزيدوا لها زوج مغارف كبار فارينا، وتزيدي لها زوج مغارف كبار تاع سميد. انا هنا استعملت غير مغرف واحده، مي تقدري ديري زوج سميد رقيق ولا خشين. زيدي لها مغرف صغيره تاع فاني ومغرف صغيره تاع خميره، هادو كامل خلطيهم مليح وهكذا تكون واجده. وشنو ننصحك؟ كي ديري البيض خرجيه، تكوني مخرجاته من الفريغو ولا يكون محطوط برا، يعني كي يجي بارد هو اللي يهبط لك شويه المسكوتش وما يخليهاش تطلع، خاطر يكون بزاف بارد. دونك فوالا خلطيها مليح وهكا تكون واجده. انا نخليها دي فوا 5 دقائق 10 دقائق، ما يضرش. ولا تقدري طيبيها ديريكتومون في المقله تاعك، سخنيها مليح وديري لها غير مغرف زيت، ما تستاهلش بزاف الزيت، جوست انتي تحطيها وانتي تنقصي الفرن تاعك، نقصيلو على نار هاديه، هكذا لاباط تاخذ وقتها باش تطلع وتتقوم فلالك. غطيها، مي لازمش تغطيها بغطاء يكون مغلوق كامل، يعني باش ما يخنقش لاباط تاعك وما يطيحش عليها لوميديتي. دونك كي تحمر لك من تحت هنا في طريقه القلب، انت واش طارتك؟ كل واحد كيفاش يديرها. انا اختي ديرها في طبسين وبعد تقلبها في المقله. انا الطريقه السهله اللي جاتني نستعمل زوج مقلات، صراحه ما لقيتش احسن. مي واشنو كي تقلبيها بعدي على الفرن، انا عندي دي بلاك شوفونت دونك ما ياثرش، مي كنت تحطيها على الغاز تقدر يعني يسيل عليها الزيت ولا تقدر تخدعك والنار يعني تشعل. دونك ايفيتي، خرجي من الفوق بعدي على الفرن تاعك على الغازينير تاعك وعلى الفرن، قلبيها ومن بعد رجعيها للفرن. ثاني المقله الدوزيام ما حطيتش بزاف الزيت، حطيت غير شويه جوست باش ما تلصقلكش. وثاني حاجه الثانيه اللي لازم نقولها لك، انك تستعملي مقله ما تلصقش هكذا باش ما لاباط ما تلصقلكش فيها وتخرج لك بيان كيما راك تشوفي هنايا. دونك هاك تنفخ في غرضها، صراحه تنطيب لك طريقه رائعة تشبه للموسكوتشو. تقدري ما تخليها توت لا جورني، انا دي فوا نطيبها الصباح ونرجع نسقاوها بها العشية، تقعد كيف كيف ما تيبسش وتقعد هشيشة وبنينة. دونك فوالا، انا هنايا لاباط ديالها باتلي مي درك نعدلوها نسقموها نسيو نتحفوها في الطبسي. دونك فوالا كي تقلبيها ثاني الفرنو نقصيلو مره هكا باش تتنفخ في غرضها وتنشف ثاني من الداخل، وطيب لك ثاني حمراء من الفوق وحمراء من تحت ثاني. دونك فوالا، انا كي طابت حطيتها في طبسي وقسمتها. انا السكر ما حطيتلهاش بزاف، دونك انا زدت لها من الفوق العسل، بصح ولا درتي لها بزاف السكر من الداخل على حسب المذاق تاعك. فوالا، ما تقدر ماشي محتاجه تزيدي لها السكر من الفوق. دونك فوالا، واش هي طيبه بصحتكم. دونك هكذا نقول لكم، ما تنساوش ديروا لي ان كومونتير، قولوا لي الطريقه تاعكم اللي تطيبوا بها المشوشه، اسكو تحبوها كي تكون فيها بزاف البيض ولا لا؟ لا، وشكرا على انتقاداتكم الايجابيه. قولوا لي صح، كاين بزاف لي كومونتير هما سي تري بوزيتيف، هذه حاجه اللي فرحني. بصح نتمنى ثاني تعطوني يعني النصائح تاعكم، اسكو نهضر بالزربه، اسكو نهضر مليح، اسكو لي فيديو اللي نديرهم لكم عجبوكم ولا لا؟ لا، واش حاجه التطورات اللي نقدر نديرها لكم. وهكذا نقولكم تهلاو في روحكم، تلاقاو المرة الجاية إن شاء الله. سلام.